كابتن حمد ابراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصه. في البدايه بنرحب بحضرتك يا كابتن في اسماعيليه، وبالتاكيد يعني اسماعيليه مختلفه اكيد بالنسبه للكابتن ايهاب. الكابتن حمد لعبه في نادي الاسماعيلي واجواء الاسماعيليه، معسكر مغلق بيتم. يا كابتن حمد، تقييم حضرتك للي فات ورؤيتك للي جاي ان شاء الله. تحياتي ليك يا شريف وتحياتي للكابتن سيف، اهلا وسهلا. يعني الحمد لله ان احنا رجعنا تاني للحياه الطبيعيه بتاعتنا، الشغل بتاعنا، وننزل نشتغل. دي حاجه مهمه جدا لينا ولكل المنظومه نفسها، ودي الحاجه اللي احنا كنا عايزين نشتغل عليها من بدري. الحمد لله رب العالمين بالحاجات الاحترازيه اللي احنا بنعملها، والناس بصراحه هنا عاملين حاجات يعني محترمه جدا جوه الفندق حتى، واحنا نفسنا بالتنبيهات مع اللعيبه. معانا دكتور هشام والدكتور امين والناس الجهاز الطبي دايما مخلينهم دايما في التنبيهات على طول مع اللعيبه، ودايما متابعين اللعيبه في الحته ديت، لان دي اهم حاجه دلوقتي، ان انت بتحاول تحافظ وانت شغال على سلامه اللعيبه اللي هي هتوصلك للي انت عايزه ان شاء الله. دي رابع مسحه ولا خامس مسحه لينا. الإجراءات الطبية بصراحة يعني خايفين على بعض كلنا، كل الفرقة عاملة مسحات إن شاء الله، عشان إحنا بنعمل مسحة دلوقتي عشان نخش الماتشات الودية إن شاء الله، والفرقة كلها تبقى عاملة مسحة. وقبل الدوري يبقى أديك شفتي لما الكورة رجعت وكم ماتش اتصور ودي الدنيا بقت حلوة إن شاء الله. والمعسكر كله طبي والله بجد، يعني قبل التمرين في تباعد وفي كل حاجة، فالحمد لله احنا عايزين الحياه ترجع. الكره لو رجعت الدنيا بترجع الحمد لله. في طبعا شروط احترازيه كلنا بنطبقها دلوقتي كلاعيبه. انا شايف الاجواء كويسه طبعا في ظل الظروف اللي احنا فيها. عملنا مسحه النهارده ان شاء الله عشان عندنا ماتش ودي بكره، فان شاء الله بعد بكره اسف. فانا شايف الامور لغايه دلوقتي كويسه الحمد لله. طبعا اول حاجه اتكلم على الاجراءات الاحترازيه، اجراءات معموله بدقه كويسه جدا جدا، يعني تقريبا ما فيش اي حاجه تقدر تعلق عليها خالص بالسلب، واخدين بالهم من كل حاجه، ودي حاجه مطمنانا احنا كلاعيبه وكجهاز، وخلينا بس نشوف شغلنا في الملعب وفي شغل الكوره. فلا الاجراءات كويسه كبدايه، واحنا الحمد لله بدانا بقالنا يومين اهو بنشتغل كويس، بنجهز عشان الماتشات الوديه وعشان رجوع الدوري. ما عادش حاجه يعني تقريبا 20 يوم، فاحنا ان شاء الله بنجهز كويس الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله تبقى بدايه موفقه. انت عارف ان الفتره اللي فاتت كانت فتره صعبه علينا كلنا. احنا الفتره اللي فاتت كنا تقريبا 4 شهور او 3 شهور ما كانش في اي حاجه بنعملها، ولا تدريبات ولا جيم ولا اي حاجه. الحمد لله ما صدقنا ان النشاط رجع، وتدريجيا واحده واحده رجع الحمد لله. ربنا كرمنا بالمعسكر اللي احنا فيه دلوقتي. نادي مصر للمقاصة سيدير المباراة الودية بعد غدا طاقم تحكيم بقيادة حكم ساحة الكابتن عمرو عبد الفتاح والكابتن محمود كثير مساعد أول، وأيضا الكابتن محمد غزالي مساعد تاني. تابعنا بقى إجراءات طبعا المساحات اللي تمت على طاقم التحكيم قبل 48 ساعة من المباراة، وبيساعدنا الكابتن عمرو الفتاح ضيفنا. يعني كابتن عمرو في البداية برحب بحضرتك، طبعا أجواء طبعا انطلاقة المعسكر والمباريات الودية بقى والتدريبات، الأجواء الرياضية بدأت ترجع بشكل عام. تعليق حضرتك على الأجواء النهاردة كمان وأنتوا قبل المباراة ب 48 ساعة متواجدين داخل معسكر فريق مصر المقاصة لإجراء مسحة الخاصة بكم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بفريق مصر المقاصة هنا في إسماعيلية، ومش جديد عليهم، تواجدهم دايما في إسماعيلية بالتنسيق مع لجنة الحكام الرئيسية ولجنة الحكام الفرعية وإدارة نادي مصر المقاصة. تم تواجد الحكام النهاردة لإجراء المساحات للإطمئنان على الحكام كإجراء احترازي لما قبل المباراة. يعني والله انا شايف ان الناس كلها هنا عندها وعي في الاجراءات الاحترازيه، سواء لعيبه او جهاز فني او حتى على القائمين هنا في الفندق، موفرين كل السبل اللي تؤدي الى عمليه الامان للعيبه وللجهاز الفني ونجاح المعسكر هنا. من وجهه نظر حضرتك بقى يا كابتن، دي اول مباراه وديه لحضرتك ما بعد الكورونا، ولا في مباريات اتعملت؟ لا بالنسبه لي انا اول ماتش ليا بعد الاربع شهور الفتره اللي كانت فيها متوقف النشاط الرياضي كله عامه في مصر. يعني هو ما فيش جديد، يعني هو اذا كنا هنطبق بعض التعديلات اللي نزلت بعد موضوع الكورونا، منهم الخمس تبديلات اذا كانوا هيطبقوها هنبدا نطبقها على اساس ان اللعيبه والاجهزه الفنيه يعني تبدا تطبع نفسها على الاجراءات الجديده. اذا كان في تعديلات اصلا كمان في نص القوانين هنطبقها. الامور احنا جايين ننجح مباراه، جايين ننجح معسكر، فرقتين يستفادوا. تجربه طبيه اكتر منها فنيه في التوقيت ده ولا يعني؟ لا موضوع لا مكمل. اصلا يعني الموضوع مكمله، يعني احنا الاجراءات قبل الماتش ب 48 ساعه زي ما انت شايف كده، لكن اثناء 90 دقيقه ماتش مباراه عاديه خالص بين فرقتين بيستعدوا لاستكمال المباراه، واحنا كمان في نفس الوقت كحكام او منظومه تحكيميه بنستعد لاستكمال الموسم.